بهدف دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاركة الكاملة لهم في الحياة المجتمعية، أطلقت سيدة مصرية تدعى أشجان الأبحر مشروعاً لتصميم وإنتاج الملابس لهذه الفئة، مع تحقيق التوازن بين الراحة والطابع العصري الذي يتماشى مع خطوط الموضة. المصممة المصرية أشجان ذات 43 عاماً قالت إن فكرة مشروعها المعروف بمصمم لك هو لتغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وبأنهم أشخاص ليسوا مرتبطين فقط بالجمعيات الخيرية أو بالعمل الخيري. التحدي في المجال ده إن إحنا نغير نظرتنا للشخص ذوي الإعاقة، إن إحنا نربطه بالجمعيات الخيرية أو بالعمل الخيري، أو على إنه شخص غير قادر على إنه يدفع ثمن المنتج أو ثمن الخدمة اللي بتقدم له. ده تحدي كبير قوي لتغيير الصورة الذهنية للمجتمع بشكل كامل. مصممة أزياء أخرى تدعى خلود عماد نوهت إلى أن المشروع هو لتلبية وتوفير حاجاتهم من الملابس بشكل يرضيهم ويحقق لهم الثقة بالنفس، كون مصانع ودور الأزياء لا تهتم بهذه الفئة. قصار القامة وذوي الاحتياجات الخاصة مش يعني هما لما بينزلوا السوق، ما بدخل أي محل ما بلاقيش أي حاجة خاصة، ما بلاقيش ديبارتمنت خاص بس مثلا بذوي الاحتياجات، فدي كانت أكتر حاجة مؤثرة فيا. يعني أنا نفسي أنزل ستورز كتير في المحلات زي ما كل الناس بتخش تشتري من أي مكان، هما كمان من حقهم إن هما يخشوا أي مكان يلاقوا حاجة خاصة بيهم هما، لأن هما فئة كبيرة جدا في المجتمع ومؤثرة جدا في المجتمع. وتستخدم أشجان متطوعين لاختبار الملابس وتقدم لهم عينات مجانية قبل أن تطرح المنتج بشكل تجاري، كما تأمل أن تسهم مبادرتها في تغيير النظرة للأشخاص ذوي الإعاقة وإقناع المجتمع بأنهم كغيرهم.